والله المطعم طبعا امتداده من السعوديه، اسس المطاعم في السعوديه من 2001. بدات في سمه الديره، كنت مشرف انتاج في صاله الانتاج، بعدين طورت نفسي شوي، مسكت المخازن وقعدت سكن سنتين. الشيء الثاني ان بعد مسكت مخازن سمه الديره فطلعت لنائب مدير، في تدرج وظيفي، في امانه انزين، وفي تعامل مع الموظف كانه يعني صاحب شركه، يعني من اصحاب الشركه. وبصادف 6/6/2022 اللي هو 10 سنوات كان فيها كثير من التحديات اولا، وثاني شيء ايضا من الفرص اللي مرت علينا. احنا في سمه الديره متخصصين في الاكلات العربيه، ولذلك احنا في بيئه الاكل العربي، يعني في بيئه مطاعمنا كان احنا يعني نحاكي الناس ورغبتهم في الاكل، ما جينا بشيء جديد، ولذلك الحمد لله حصلنا اقبال كبير من الناس. اولا احنا بالنسبه للمطاعم كل مطعم له مميزات وكل مطعم له ايجابيات. سمه الديره ركزت على شغلتين اساسيه في دخول سوق البحرين. اولا انه نوعيه الاكل الخليجي اللي هو يعتبر خلنا نقول يستهوي البحرينيين والعرب، ويستهوي أيضا السعوديين القادمين إلى البحرين. هذا الميزة الأولى. الميزة الثانية إنه إحنا عملنا عملية دراسة للسوق البحريني، وركزنا على مناطق البحرين المختلفة، يعني ما إحنا ما رحنا في مكان واحد، فخدمتنا تحصلها مثلا الرفاع الغربي، الرفاع الشرقي، المحرق، الحد، فعملنا على أكثر من منطقة على أساس أن احنا نخدم العميل في أكثر من مكان. اشتغلت في سلسلة مطاعم سمة الديرة 5 سنوات تقريبا، كانت بداية عملي عبارة عن كاشير، ثم توالت الترقيات من مسؤول توصيل حتى وصلت مسؤول إنتاج حتى وصلت إلى مدير فرع. من مميزات الشركة التي تجعلنا نعشق العمل فيها أنها نموذج للمطاعم من حيث الجودة والنظافة وتقديم الخدمة، وأيضا من ناحية التريننج الذي نحصل عليه. خلال 10 سنوات أكبر داعم لنا بعد حكومة البحرين كان العميل والمستهلك، أو خلنا نقول الجمهور. الجمهور كان لهم دور كبير خلال 10 سنوات الماضية في دعمنا ووصولنا إلى هذا التوسع، والحمد لله احنا وصلنا الى رقم عدد عملاء كبير جدا خلال 10 سنوات. هذه احنا خلتنا نفكر ايش ممكن نكافئ عميلنا او نكافئ الجمهور البحريني بشكل عام، لانه هو السند، وهو بالنسبه لنا نعتبره الداعم الاول. فعندنا برنامج ان شاء الله خلال فتره خلال شهر 6 للجمهور بشكل عام بنعلنها ان شاء الله على حسابات التواصل الاجتماعي. في عندنا لزبائن القدامى، يعني عندنا عملاء الحين من 10 سنوات، من 8 سنوات، من 7 سنوات إلى الحين لا زالوا موجودين معنا، وعدد مو بسيط. فهؤلاء عملنا لهم أيضا برنامج، فعملنا أيضا برنامج لمكافأة الموظف اللي له معنا من 10 سنوات، وحتى الموظف اللي خرج من عندنا أيضا بنستدعيه في حفل التكريم وبنكرمه وبنعمل له أيضا برنامج في له بهذه المناسبة. صار تقريبا 3 سنوات تعامل معهم، ما شاء الله شغلهم زين، يعني اكلهم طيب كانه اكل بيت يعني. والله الجوده يعني النظافه، يستخدمون يعني اللحوم طيبه فريش، دجاج فريش، وتعامل الموظفين هون كمان كلهم يعني حسب المستوى المطلوب. يعني صار لي مده عند مطعم سمة الديرة، يعني اشوف اكله يعني اكثر شيء اللي اخذه يا برياني، هذه يعني وايد ملذه يعني لذيذ شيء يعني حلو. والله المطاعم الثانيه يعني اكلهم شوي كله يسد الكبد. معايير السلامه عندنا جدا مهمه، ولذلك حرصنا على شهاده الايزو. عندنا شهاده الايزو الاساسيه اللي هو 9001، واخذنا ايضا شهاده الايزو 22000 حق اللي هي الخاصه بالسلامه الغذائيه، والحمد لله على مدى 4 سنوات الحين من أول ما أخذنا الشهادة، والشركة بفضل الله سبحانه وتعالى ماشي معنا في كل المعايير والضوابط اللازمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى سنويا نتجاوز كل، لأن هذه بالنسبة لنا معايير ثابتة. طبعا احنا أيضا دخلنا في موضوع المشاركة المجتمعية، وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى شركة سمة الديرة لها بصمات
في المشاركة المجتمعية خلال العشر السنوات، ومن ضمنها مشاركاتنا الرياضية في برنامج الشيخ خالد من فترة، والحمد لله يعني كان شرف لنا كبير نحن ندخل في هذه المبادرات الشبابية. وهذه المناسبة شركة سمديرة عن طريق موظفيها اللي دائما لهم مبادرات ودائما لهم وقفات إيجابية ووقفات كبيرة مع الشركة ومع البحرين، سيكون أكثر من 70 موظف بيكون لهم تبرع بالدم في هذا اليوم اللي هو 14/6. وأيضا في تنسيق الآن إن شاء الله بإذن الله نحن ننجح فيه في تشجير أحد شوارع البحرين أيضا بمناسبة الذكرى، وبيكون يعني وهذا تعاطيا مع رؤية مملكة البحرين فيما يخص البيئة اللي هي المثالية والبيئة السليمة. أيضا احنا من ضمن المبادرات اللي بنسويها أيضا اللي هو حفل تكريم لموظفينا كلهم، بيكون في حفل إن شاء الله ندعو فيه بعض الضيوف ونكرم فيه الموظفين القدامى وأيضا بشكل عام كل الموظفين.